مهزوم. نستمر سيداتي آنساتي سادتي في لعبتنا الظريفة اللطيفة المسلية، ونبدأ بفريق ألف وأبو بكر عزت. اللهم اكفنا شر الفضائح يا رب. اتفضل. كلمة، كم كلمة؟ اثنين فيهم ألف أول لام. واحد ألف ولام. الأولانية ألف ولام، الثانية ألف ولام. الاثنين فيهم ألف ولام. لا الثانية بس. أول كلمة إيه بقى؟ الفلوس. حساب. الحساب يا مدموزيل. الحساب. سيبها. الحساب يوم الحساب. لا الحساب نتيجة الزمن. حساب الزمن. حساب السنين. حساب السنين. صحيحة. فيلم سينمائي انتج سنة 1977 ومن بطولة فريد شوقي وميرفت امين واخراج المخرج احمد السبعاوي. اجابة صحيحة لفريق الف يستحق عنها 3 نمر، والى فريق ب واحمد بدير. ملاش الثقة الزايدة، ملاش الثقة الزايدة من كم كلمة؟ كم كلمة؟ كلمتين. افهم. أول كلمة ألف ولام. الطريق المستقيم. لا إجابة صحيحة. الطريق المستقيم فيلم سينمائي إنتاج سنة 1944 بطولة يوسف وهبي، فاطمة رشدي، ومن إخراج توجو مزراحي. إجابة صحيحة يستحق عنها فريق ب 3 نمر، وعودة مرة أخرى إلى فريق ألف ومحمود الجندي. واو واو واو. شجع الجندي. سهلة سهلة سهلة. أغنية أغنية. مين؟ كلثوم. لغة عربية. لغة عربية. لا ثلاث كلمات فيهم ألف ولام. ثلاثة التالتة فيها ألف ولام. أولانية ثلاثة فيه على على تانية تانية الدنيا الناس العالم الكون الناس العالم الشعب. سيبها. التالتة التالتة الحب الهوى الهوى الجو العشق الجو الجو صفة اسم صفة نفسه بعد الالف واللام. انه عمل كده صفة. لا الماء ده ضمير مستتر تقديره ايه بعد الميم ايه المعنى اعرفها محبوب على بال محبوب على بلد المحبوب والديني. أغنية من أغنيات الراحلة العظيمة أم كلثوم، وإجابة صحيحة يستحق عنها فريق ألف 3 نمر لأنهم جاوبوا قبل انقضاء الدقيقة الأولى. ومرة أخرى فريق به وأسامة عباس. الجرس ضرب وهم قالوا لهم ايه ده كتير قوي. طبعا اتفضل. غنوه عبد الوهاب. اربع كلمات. اسمها ايه دي؟ لا 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 قال كتير بس قال كتير. استنى 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 استنى. الاولى اثنين الثالثه الثالثه ايه 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 ارميها. ايه ارميها. قلبي دي ايه؟ حبي. قلبي قلبي ارميها. اللي هي الثانيه ولا دي ايه؟ الرابعه. الاولانيه الرابعه الرابعه والثالثه. ايه ايه يا قلبي ايه يا قلبي ايه يا قلبي ايه قلبي ايه قلبي قول لي عمل لك ايه قلبي اجابه صحيحه 3 نمر. اغنيه للاستاذ موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب، ويستحق الاشاده ايضا. فريق الف واحمد ماهر. مش
قديم ولا جديد؟ الاولانيه سيبك مشكله الاولانيه فيها الف لام ما فيهاش رجل 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 لهذا الزمان لا رجل ذهب عقله رجل 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 ذهب رجل ذهب دي الثانيه 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 بدون من غير عقل الثانيه راح راح وقع فقد فقد رجل 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 فقد عقله فيلم سينمائي حديث انتاج قريب بخصوص شوقي وعادل امام واخراج محمد عبد العزيز وانتج سنه 1980 اجابه صحيحه يستحق عنها فريق الف ثلاث نمر وفريق ب ويونس الشلبي فيلم برافو يا يونس برافو عبد اسماعيل ياسين اسماعيل ياسين فين في البوليس في السجن في السجن اسماعيل ياسين في السجن فيلم من الافلام العديده التي سميت باسم اسماعيل ياسين وهو من انتاج سنه 1960 وكان بطوله اسماعيل ياسين ومها صبري ومن اخراج الاستاذ حسن الصيفي اجابه صحيحه يستحق عنها فريق ب 3 نقط والنتيجه الان 9-9